هذه واحد الحصه ديال تكوين المكونين في مجال ديال الحمايه ديال التلامذ ضد التحرش او التنمر، خاصه في الميدان ديال السيبرنيتيك، ولكن ايضا في لخلق واحد الفضاء اللي هو امن داخل المؤسسات التعليميه بالنسبه للتلامذ. حنا ركزنا على الاعدادي، هنا في هذه المرحله كاين تقريبا واحد 700 مؤسسه اعداديه اللي هي معنيه على مراحل. هذا العمل تيتم مع شركاء، واحد العدد ديال الشركاء منهم المركز غيسيس، ولكن ايضا مع لا دي دي، ومع ايضا المصالح ديال الشرطه ومصالح ديال الدرك، لان هناك الجانب ايضا ديال امني اللي هو بعض الاحيان تيكون ضروري باش يتم واحد التدخل في هذا المجال. هاد الاساسيده اللي هما اليوم حاضرين معنا اللي كيمثلوا 12 مراكز تكوين بالجهات، عندهم قدرات للعمل في تكوين الاعداديات، لان هذا العمل غنشتغلوا عليه في 3 سنوات باش كل اعداديه يكون فيها 3 أطر مكونين، أستاذ، أطر دعم الاجتماعي، وكونسيي اون اورينتاسيون، اللي غادي يديروا واحد لا سيلول ديال هاد الانصات ديال الاستاذ، يبلو المشكل منين يكون في قلب القسم وكيحسس الاساتذه الاخرين باش كننقصوا من هاد المشاكل ديال العنف المدرسي. هو تكوين يعني فيها ابعاد تقنيه وابعاد تطبيقيه مهمه جدا، وغادي تتيح لنا اننا نبلغوا هاد التكوينات للفاعلين التربويين المباشرين في الاعداديات وفي المدارس في الجهات. وهاد الاهميه تظهر بالخصوص في التنامي اللي كنشوفوه ديال هاد الظواهر اللي كتخلي مناخ مدروس يعني يحتاج يعني تدخلات اللي تجعل منه واحد المناخ اللي هو امين، مناخ محفز للتعلم والتفتح ديال التلاميذ. المعطيات اللي مهمه هي الوقايه مهمه بزاف، ثانيا الاثار على الصحه النفسيه كتبع الطفل الحياه ديالو كلها، يعني كتمشي من الارتباك، اكتئاب، محاوله انتحار، وكذلك تعاطي المخدرات. دونك كاين بزاف ديال الاثار واللي كتبعوا في الحياه كلها. كل ما درنا الوقايه اوليه ولا ملي كيكون مارس عليه العنف، كل ما كنساعدوا بالطبع على الحاله النفسيه ديالهم اللي كيكون راشد. Nous avons une méthode qui s'appelle la méthode de la préoccupation partagée qui permet aux éducateurs de l'établissement qui seront formés de prendre en charge l'élève. Et donc un enfant, quand il tombe dans ce piège, nous essayons de traiter la situation avec la fermeté qui est nécessaire, avec la bienveillance qui est nécessaire pour les accompagner à grandir, à passer à autre chose et à retrouver la sérénité au sein de l'établissement.